والله شوف انا بقى سياسيا مانيش حاجه كبيره، مانيش حاجه معني، ولكن باش نحكي معناها باللوجيك وبالمنطق وشويه عاطفه، نقول ان شاء الله معناها البلدان العربيه تتفاهم، ان شاء الله البلدان العربيه تعاون بعضها، لانه ثم عديد البلدان معناها في مشاكل كبيره، كسواء اما اقتصاديه ولا سياسيه. ان شاء الله البلدان اللي عندها ستابيليتي تعاون البلدان الذوما، وان شاء الله يخرجوا معناها ببيان مشترك اللي يكون فيه، لانه البيانات اللي قبل شفناهم احنا بيانات حبر على ورق ما فهم حتى شيء. دونك ان شاء الله يخرجوا بيان اللي فيه على الاقل انجاز، ولا فيه خاصه من ناحيه القضايا الفلسطينيه، من ناحيه العديد القضايا. جبت لي تونس والجزائر، تونس والجزائر مع بعضنا نحن، تونس والجزائر، تونس والجزائر في سقيط سيدي يوسف، ومعناها بلاد واحده تقريبا ما عدا التقسيم اللي صار، ولكن بلاد واحده. ان شاء الله البلدان العربيه كل ان شاء الله يكونوا خيان، وان شاء الله مع بعضهم يتعاونوا. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.